السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اجمل اخوات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم مدرس جديد. المرة دي يا جماعة احنا قلنا ايه؟ اتفقنا بعد كده، اتفقنا مع بعض أي حاجة هعملها للطير حاولت ايه أعمل ده فيديو. المرة دي يا جماعة معايا أكلة زي ما انتم شايفين لون الدرس، أكلة ملوكي، أكلة ملوكي يحبها جميع الطيور الزينة يا جماعة. زي ما انتم شايفين يا جماعة، بص ده بيت البرسومات اللي احنا كده كده الطبيعي بتاعنا، بيت البرسومات اللي احنا بنأكله تمام. وده عبارة عن ايه يا جماعة؟ عن ثلاث حاجات. اول حاجه معانا هنا دي يا جماعه، دي بطاطا تمام، دي بطاطا، ودي قرن فلفل، يعني مش ده اهو قرن فلفل بس مش حامي قوي تمام، قرن فلفل بس مش حامي يعني حلو كده يتاكل تمام. ودي كده يا جماعه ايه؟ خيارايه. هنا ايه؟ خيارايه، يعني معانا خيارايه. ودي بطاطايه. بص يا جماعه احنا قلنا معانا دي كوسايه، كوسه، بطاطا، فلفل، قرن فلفل، خيارايه. ادي اربع حاجات يا جماعه، اكل ملوكي ورب العباد، اكل ملوكي. زائد يا جماعه البيض بالبقسماط، الاثنين دول يا جماعه مش محتاج ان انا، عارفين ان انا مش طول في الفيديوهات بتاعتي عشان الناس ما تملش، بس انا بحب اشارككم ايه الوجبات بتاعتي يوميا، ويلا بينا نعملوها مع بعض. يعني انا ايه عشان وقت الفيديو هوقف الفيديو، هوقف الفيديو وهعملها مع بعض، اضربها مع بعض وارجع لكم تاني. وكده يا جماعة رجعت لكم بعد ما خلصتها. بص يا جماعة ادي الطبق التاني اهوت، الطبق التاني اهوت، انا دلوقتي ضربتهم في بعض يا جماعة. بص الكمية، طبعا صوت العصافير كده يا جماعة، صوت العصافير دي مش بتغرد، العصافير جعانة مش جعانة، يعني انا مش مجوعها، العصافير عارفة لما انا بخش لهم بالطبق ده عارفين ان انا جايب لهم حاجة حلوة. بص يا جماعة، بص الطير، الطير هايج، الطير هايج يا جماعة، عايز ياكل، بيحب الأكلة دي موت يا جماعة. يعني انا هوريكم كده ايه، يعني انا هوريكم بياض مثلا، انا يا جماعه برضو للتوضيح، للتوضيح انا شغال ازاي، برضو بحط البيض في البقسماط ازاي يا جماعه. الفخاره دي، الفخاره دي جميله جدا يا جماعه، الفخاره دي بتحافظ على البيض بالبقسماط، ممكن يفضل معاك يعني في الجو الساعه اللي احنا فيه دوت ممكن تفضل معاك خمس ساعات كمان، يعني هو كده كده ما بيقعدش خمس ساعات، الطير بياكلها بسرعه تمام. انا شغال مع القص اللي معاه فلوخ، شغال معاه في دي، والقص اللي معاهوش فلوخ شغال معاه في دي. ليه؟ بطعمه عشان يحب الاكله ما يكرههاش. يعني يا جماعه احنا كبني ادمين لما بناكل حاجه، يعني حاجه موجوده قدامنا على طول، فايه نفسك بتجز منها فما بتاكلهاش. فانا لما بحط كميه صغيره زي دي يا جماعه، دي معقوله جدا ما شاء الله عليها، بتاخد معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره زي دي يا جماعه، معلقه اكل كبيره من دي، لما بتاخد معلقه كبيره من دي فالطير بياكلها ما بيخليش فيها حاجه، والعكس ما بتعفنش. خمس دقايق بتحطها له ياكلها، استفاد منها حاجه لما تكون قليله بيستفاد منها يا جماعه. والقص الشغال يعني اللي معاه فروخ، مش قصدي اللي شغال التعبير، اللي معاه فروخ او تحتيه زغليل، بنحط مين؟ بنحط نص دي، نص دي بتاخد معلقتين كبار، يعني معلقتين من دي، يعني هي هي يعني الموضوع مش كبير. فهياكلوه على طول اول ما احطه لهم ويخشوا ياكلوا عيالهم. يلا بينا يا جماعه بوريكم الطير لما بيجي ياكل بيعمل ايه. ده قص تحت الفروخ يا جماعه، بص بسم الله، ده قص، ما ده قص عادي ما تحتوش اي حاجه، زي ما انت شايف انا بعبره في الاكله دي. يا جماعه بالله عليكم الاكله دي اعملوها لو مره في الاسبوع. انا ممكن اقول لك، انا ممكن اشتغل يوم ويوم مع طيري، انا بعمل تاكل شويه اكل كده مع بعض يا جماعه. والله الاكله دي، الاكله دي يا جماعه اللي هيعملها بتفرق كتير مع الطير والله يا جماعه، رافع المناعه. طبعا انتوا عارفين، ناخدوا فكره بسيطه جدا عن الموضوع ده، المكونات اللي هنا انا معايا بيض، البيض ده معروف اللي هو غني عن الكالسيوم والبروتينات بتاعته معروف تمام. تاني حاجه معايا البطاطا، البطاطا معروف اللي هي فيها حديد، نسبة حديد عالية، نسبة حديد عالية جدا تمام. الفلفل مرشط عام وموت اي ميكروب داخل المعدة، حلو، ومحافظ للذكور كمان يا جماعة، الفلفل بيشغل الذكور تمام. معانا البقسماط، البقسماط طبعا معروف فيه جنين القمح جواه، البقسماط والسمسم جوه البقسماط تمام.
كده ناقصنا ايه؟ ناقصنا الخيار. الخيار ده كده فيه حديد، معروف اللي فيه حديد، وحاجه حاجه حاجه حلوه كمان يا جماعه. كده احنا قلنا البطاطا، لسه الكوسه. الكوسه بقى ما اقولكش يا جماعه، فيها زياده عن 16 بروتين يا جماعه، 16 بروتين عالي جدا. فانت لما تجمع دول كلهم وتاكلهم للطير، بسم الله ما شاء الله. وانا كده يا جماعه انا قلت زي ما وعدتكم، باي حاجه اعملها لطيري ان شاء الله ان شاء الله هبقى ايه اشارككم معايا بيها يا جماعه. وانا كده ايه عشان ما اطولش وقت الفيديو، انا كده هحط الاكل للطير، واشوفكم في درس جديد يا جماعه. ولو انت محتاج اي حاجه، انا بقول يا جماعه احنا اخوات، لو محتاج اي حاجه مني اكتب لي في التعليقات، قول لي يا ابو جودي اعمل درس كذا، الدرس اللي انت محتاجه او شرح لحاجه معينه انت محتاج، اكتب لي في التعليقات. وما تنساش لو انت مش مشترك عندي ريت تشتغل وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وحاجه يا جماعه بالله عليكم، اعمل لي اعجاب لو الفيديو او لو عجبك، ما عجبكش اعمل العلامه دي. انا عادي، انا متقبل اي حاجه يا جماعه، متقبل اي حاجه منك، لان اعجابك ليا ده يا جماعه وتعليقك على الفيديوهات بتاعتي بيشجعني والله ان انا استمر في اللي انا بعمله ده. الموضوع بسيط خالص يا جماعه، انا شغال بالموضوع ببساطه خالص عشان ما اطولش عليكم، واشوفكم في درس جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.